ماذا يمكن التوقع بالتأكيد؟ سيحافظ على سرية بياناتك التي ذكرتها لمقدم المساعدة إذا لا يسمح له بنقاشها مع الآخرين، كما سنشرح لكم ما هي المشكلة وماذا سيحدث باستخدام الكلمات البسيطة. إذا اضطر إلى إعطاء الأدوية، فنوضح لكم كيف تستعملون هذه الأدوية. يحيطكم مقدم المساعدة علما بأوقات تناول الأدوية ويحقق لكم أن تعرفوا كل ذلك. نعد سويا معكم خطة اسمها خطة العلاج. مكتوب في هذه الخطة كيف نقوم بمساعدتكم وماذا تريدون تحقيقه. بعد أن اتفقتم عليها فسننشغل بها. في الحالة تجيدون اللغة الهولندية يمكن أن تطلبوا حضور المترجم. إننا نعير أهمية كبيرة إلى معالجة شكاواكم بجدية والتعامل معكم باحترام.